اهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج مدرستي. انا اسمي عبير وانا معلمتكم لماده اللغه العربيه. اليوم بدنا نتعلم درس جديد، بس قبل ما اخبركم شو هو هالدرس رح نتعلم فصول السنه. فصول السنه اربع فصول، حدا منكم بيعرفهم؟ رح نتعلمهم سوا اليوم. على اللوح في عنا اربع صور. ايه اربع صور؟ لأنه مثل ما قلت لكم فصول السنة أربع. طلعوا منيح على الصور. بشو بتذكركم الصورة الأولى؟ بفصل اسمه الربيع، فصل الربيع. عيدوا من بعد، فصل الربيع. رح نكتب سوا الربيع. إذا الفصل الأول هو فصل الربيع. بعد فصل الربيع إمتى منروح نحن على البحر ومنتسبح؟ بأي فصل؟ بفصل الصيف. بفصل الصيف. إذن بعد فصل الربيع فصل الصيف. الربيع الصيف. تصفر أوراق الأشجار وبتتساقط. أي فصل نتذكر بس نشوف أوراق الأشجار عم تتساقط؟ إنه فصل الخريف. 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 وأخيرا بعد فصل الخريف فصل الشتاء. فصل الشتاء. شو بيتساقط؟ الأمطار الغزيرة والثلوج على قمم الجبال. الشتاء. إذن خلينا نرجع نطلع منيح الصور ونقرأ أسماء الفصول سوا. الربيع. الربيع. الصيف. الصيف. الخريف. الخريف. الشتاء. الشتاء. هلا يا أصحابي بدي منكم تحضروا الورقة والقلم وخلينا نستمع سوا إلى أغنية الحلقة. الشتاء، الربيع، الصيف والخريف. هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ هل تعرف فصول السنة؟ حابين تعرفوا شو الحرف يلي رح نتعلمه اليوم؟ مثل العادة رح أقرأ لكم قصة وانتو عليكم أنه تسمعوا منيح. أي حرف رح كرره وهو بيكون الحرف يلي رح نتعلمه اليوم. عنوان القصة هرهورة. عند هدى هرة اسمها هرهورة تشبه الفهدة. إنها هدية عيد ميلادها من أبيها هاني وأمها هند. تحب هدى هرهورة كثيرا، فهي تطعمها وتلاعبها وتنظف وبرها الناعم. بعد شهر هربت هرة هدى، فخرجت هدى تبحث عنها. بحثت فوق الهضبة وبحثت في السهل وبحثت في النهر الهائج وبحثت فوق الهلال فلم تجدها. هب هواء بارد
فعادت إلى البيت حزينة. رآها أبوها هاني وهي تبكي، فأهداها هدهدا في قفص زهري. علقت هدى القفص فوق حوض مليء بالأزهار وهي تفكر بهرهورة. فجأة هجم هر على الهدهد. صاحت هدى: ها أنت يا هرتي هرهورة، أين كنت؟ أخذت هدى الهرة بين ذراعيها مبتهجة. أسرعت تخبر أمها هند بعودة هرهورة، فنصحتها أمها بأن تقفل الباب جيدا حتى لا تهرب مرة ثانية. انتبهت منيح أنا وعم بقرأ القصة؟ أي حرف كررته؟ حرف الهاء، اسمها الهاء ولفظها ه. اسمها الهاء، اسمها الهاء ولفظها ه. كرروا من بعد، لفظها ه. كتير سهلة أصدقائي، اسمها الهاء. وسوا رح نشوف كيفية كتابة حرف الهاء. من بعد ما حضرت القلم والورقة إجا الوقت نكتب سوا. كيف نكتب حرف الهاء؟ انظروا جيدا، نحط نقطة صغيرة فوق السطر، انتبهوا منيح. نعمل خط كأنه بدنا نرسم هضبة. انتبهتوا لشكل الهضبة بهذا الشكل؟ هلا مثل حرف الهاء، انتبهوا. كأنه عم نعمل هضبة، نطلع شوي ونرجع مننزل تنوصل على السطر. خط مستقيم ونعمل دائرة صغيرة، نرجع نكفي خط مستقيم حتى تمسك حرف الهاء الحرف يلي بعده. رح نكتبه مرة تانية، حرف الهاء في بداية الكلمة، نقطة صغيرة فوق السطر، كأنه بدنا نرسم بيت أو هضبة صغيرة. نطلع نرجع ننزل خط مستقيم ثم دائرة. هذا هو حرف الهاء في بداية الكلمة. أما في وسط الكلمة متصل بالحرف الذي يسبقه، إذا ننزل شوي خط مستقيم، نطلع كأنه عم نعمل وادي، كأنه عم نعمل وادي هكذا، ثم خط مستقيم كأنه عم نعمل وادي. هلا يمكن تطلع معكم مرات لو شوي او بخط مستقيم، مش مشكله، شوي شوي بتصيروا تتعودوا عليه. خلينا نكتبها بعد مره اخيره. إذا فيكن أنتوا عم تنزلوا لقوا إيدكن شوي صغيرة، ونطلع رجع خط مستقيم، حرف الهاء في وسط الكلمة. أما حرف الهاء في آخر الكلمة متصل، مثل في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل عفوا، هكذا خط مستقيم، ونطلع كأنه عم نعملها رقبة صغيرة للهاء، ونعملها رأس صغير. حرف الهاء في آخر الكلمة متصل، إذا خط مستقيم نعملها رقبة نرجع نعملها راسة. أما في آخر الكلمة منفصل، لما ما حدا يمسك لها إيدها للهاء، فبتكون مثل نقطة المي، كأنه عم نعمل دائرة. بس جربوا عملوها مثل الدمعة، مثل نقطة المي. سهلة أصدقائي؟ شوي شوي رح تتمرنوا وتتعودوا على كيفية كتابة حرف الهاء. والآن سنتذكر سويا الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة عفوا. الصوت الطويل الأول هو الألف، اسمها الألف وصوتها آ. تتذكروا حرف الألف؟ أما الصوت القصير الألف
فتحة رح نكتبهم سوا. الألف آ، الفتحة صوت قصير، الواو صوت طويل، أما الضمة فصوت قصير، أحسنتم، والياء صوته طويل، أخيرا الكسرة. أنا مأكدة أنه كتار منكم حفظون وصاروا يعرفون كتير منيح. هلا بدنا نكتب حرف الهاء مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. حرف الهاء في بداية الكلمة، ما هو صوت حرف الهاء؟ ها ها ها. إذا حرف الهاء أيضا في بداية الكلمة مع الفتحة، ه أ ه أ ه ه. أحسنتم. حرف الهاء في وسط الكلمة مع الصوت القصير الضمة، ه أو ه أو هو. أما حرف الهاء مع الصوت الطويل، أحسنتم، مع الصوت الطويل أو ه أو ه أو هو. حرف الهاء، انظروا فيكم تعملوها بشكل دائري مثل ما عملته أنا هلا، أو يلي بفضل فيه يعملوا بشكل مثلث. حرف الهاء مع الصوت الطويل إي ه إي ه إي هي. أما الهاء المتصلة في آخر الكلمة مع الصوت القصير كسرة، ه إي ه إي هي. هلا رح نرجع نقراهم سوا. ها 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 ها. هو 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 هو. هي 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 هي. وهيك يا أصحابي، من بعد ما تعرفنا على كيفية كتابة حرف الهاء وقريناه مع الأصوات الطويلة والقصيرة، لاقونا بدنا نتمرن على مجموعة تمارين سوا. وهلأ إجا وقت تمرين الأول، بدنا نقرأ سوا كلمات فيها حرف الهاء، الحرف يلي تعلمنا كيفية كتابته. طلعوا منيح الصور. ماذا نرى في الصورة الأولى؟ هذه زهرة. زهور، 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 زهور. أين نسمع حرف الهاء؟ في بداية الكلمة؟ كلا. في وسط الكلمة؟ نعم. هو صوت طويل، زهور. ومتى نرى الزهور؟ في أي فصل؟ في فصل الربيع، أحسنتم. ما هذا؟ إنه نهر، 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 نهر. إنه مجرى ماء، مجرى ماء، نهر. شو اسمه هالحيوان؟ هل هو كلب؟ كلا، ليس كلب، إنه هر، هر. حرف الهاء في بداية الكلمة، أحسنتم، هر، صوت قصير، هي هر. حطيت شدة لأنه لازم نشد على الراء، هر. هذا
هو القمر. بس هيدا الشكل شو منسميه؟ هلال. هي هي لال هي لال. إذا زهور زهور. نهر نهر. هر هر. هلال هلال. حابين تتعرفوا على محفوظة حرف الهاء؟ يلا رح خبركن يا حلوة كتير. هي مثل القصة الصغيرة. قرأت الهاء في هدهد. تعرفوا من هو الهدهد؟ الهدهد هو نوع من العصافير. بس قول هدهد. عم نسمع حرف الهاء. إذا قرأت الهاء في هدهد وفي هرة. هرة. كمان عم قول حرف الهاء. وفي همزة. همزة. تتذكروا لما تعلمنا حرف الهمزة اللي منحطه فوق الألف أو تحت الألف؟ إذا الهاء نقولها بهدهد بهرة وبهمزة. وفي صوت الهواء. وفي صوت الهواء. سمعت صوت الهاء والهمزة ولكني سأكتبها كخيط أحمر يعقد. كيف عم نكتب حرف الهاء؟ كأن خيط مربوط. هلأ لما نرجع نكتبها سوا رح فرجيكم كيف كأن خيط مربوط، يعني يعقد كأنه مربوط مع بعضه. إذا قرأت الهاء في هدهد وفي هرة وفي همزة. وفي صوت الهواء سمعت صوت الهاء والهمزة ولكني سأكتبها كخيط أحمر يعقد. قرأت الهاء في هدهد وفي هرة وفي همزة. وفي صوت الهواء سمعت صوت الهاء والهمزة ولكني سأكتبها كخيط أحمر يعقد. هدهد هدهد. هر هر. هدية هدية. هاتف هاتف. نهر نهر. زهور زهور. حاضرين نلعب سوا؟ اللعبة كتير مسلية. بتكون تنتبهوا من بعد ما تعلمنا صوت حرف الهاء بدي حذركن. بدي قلكن مجموعة كلمات منن فيهن حرف الهاء ومنن لا. إذا سمعتوا حرف الهاء بدي إياكن تعلوا إيديكن، وإذا ما سمعتوا حرف الهاء نكتف إيدينا. اتفقنا؟ انتبهوا كتير منيح، بدي إياكن كلكن تربحوا. يلا سوا. الكلمة الأولى كلمة فيها حرف الهاء. هاتف هاتف فيها حرف الهاء. كلكن عليتوا إيديكن؟ في كم حدا ما انتبه يعلي إيدي؟ بسيطة. يلا رح نجرب مرة تانية. أنا يمكن ما لاقي كلمة فيها حرف الهاء، أنتوا لازم تنتبهوا. كلمة تانية قمر. منكتف إيدينا. ممتاز، ما منعلي إيدينا لأنه ما فيها حرف الهاء. كلمة تالتة كلمات شمس. منكتف إيدينا ما فيها حرف الهاء. أما كلمة هدية. هدية فيها حرف الهاء، منعلي إيدينا. كلمات هيدا اسم. اسم سعاد. سعاد ما في حرف الهاء. وآخر اسم رح نقى اسم هدى. كلكم رفعتوا إيديكم؟ برافو برافو، شاطرين كتير. وهلأ خلينا ننتقل سوا على تمرين على اللوح. الجملة المفتاح. هالجملة فيها كتير حرف الهاء، بدنا ننتبه وينو حرف الهاء؟ في بداية الكلمة أم في وسط الكلمة
الأم في آخر الكلمة. خلينا نشوف سوا، خلينا نشوف كيف كتب مع صوت طويل أو صوت قصير. الكلمة الأولى قام. قام. عم نسمع شي حرف الهاء؟ عم نشوف شي حرف الهاء؟ كلا. قام. هادي. هادي. أين نسمع صوت الهاء؟ في بداية الكلمة. صوت قصير أم طويل؟ طويل. ها. إذن ها. بدي أذكركم بشغلة صغيرة بالمحفوظة، قلنا أنه حرف الهاء كخيط يربط. انظروا، إنه كخيط يربط، كأنها مربوطة ببعضها، دائرة أو هضبة كبيرة بقلبها دائرة صغيرة. من هيك قلنا إنها كخيط مربوط. قلت لكم بدي أذكركم، أنا ما بنسى. إذا صوت طويل ها، قام هادي ونزيه. ونزيه. أين نسمع صوت الهاء؟ نزيه. نزيه. في بداية الكلمة؟ كلا. في وسط الكلمة؟ أيضا لا. أين هو حرف الهاء؟ في آخر الكلمة متصل. حرف الهاء. كيف عرفنا أنه متصل؟ ليكوا إيده الصغيرة هون. إنه حرف الهاء في آخر الكلمة متصل. وسهيل. وسهيل. سهيل هيدا اسم شاب، اسمه سهيل. هادي ونزيه سهيل. أين نسمع صوت الهاء؟ في بداية الكلمة سهيل. كلا. في وسط الكلمة سهيل. نعم، في وسط الكلمة. هل هو صوت طويل أم قصير؟ صوت قصير. فتحة سهيل. متصل بالحرف يلي قبله والحرف يلي بعده. سهيل. بنزهة. بنزهة. شو يعني نزهة؟ يعني كزدورة، عملوا كزدورة. بنزهة. أين نسمع حرف الهاء؟ نزهة. إنه هنا في وسط الكلمة، بس حرف الهاء هون منو ماسك إيد حرف الزاي، من هيك يكتب من هنا غير متصل. أما من الجهة الأخرى فطبعا إنه متصل، تيمسك إيد حرف التاء. إذن نزهة. صوت قصير أم صوت طويل؟ صوت قصير. إذن قام هادي ونزيه وسهيل بنزهة إلى أين؟ إلى النهر. إلى النهر. أين نسمع صوت الهاء؟ النهر. النهر. في وسط الكلمة. حرف الهاء في وسط الكلمة. إذن ها ها ه ه. كلها عم نقراها ه، لأنه ما في عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. ها ها ه. أ ه أ ه. أيضا حرف الهاء ه ه. وأخيرا هاء في وسط الكلمة ه. خلينا نرجع نقرأ سوا الجملة. قام. قام. هادي. هادي. ونزيه. ونزيه. وسهيل. وسهيل. بنزهة. بنزهة. إلى النهر. إلى النهر. وهيك يا أصدقائي بنكون بهالحصة تعرفنا على حرف الهاء، وتعلمنا كيفية كتابته وكيفية قراءته مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. حابين نرجع نقراهم سوا؟ يلا نعيد الحرف الهاء مع الأصوات الطويلة والقصيرة. ها 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 ها. هو 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 هو. هي. عفوا. هي
هي هي هي. وهيك يا أصدقائي منكون وصلنا لنهاية حصتنا. أنا صار لازم أودعكم، شوفكم بالحصة القادمة، إلى اللقاء.